الإنترنت عبر الساتل خدمة ستوفرها اتصالات الجزائر الفضائية في الأشهر القليلة القادمة انطلاقا من القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1 لتشمل تغطية كل مناطق الظل عبر الوطن بشبكة إنترنت عالية سريعة التوصيل وعالية التدفق باعتماد المحطات الطرفية. عبد العزيز عليمة. كل المناطق المعزولة ومناطق الظل عبر الوطن ستستفيد ساكنتها من خدمة الانترنت عالي التدفق عبر الساتل. مشروع للحد من الفجوة الرقمية استكملته اتصالات الجزائر الفضائية. هذا النظام الآن يسمح للمواطن البسيط باش يكون عنده ربط بالانترنت في التدفق العالي توصل حتى 100 ميجا بيت بار سكوند. رانا على وشك انطلاق هذه الخدمات هذه اللي راحين نغطوا بها مجموع مناطق الظل اللي موجوده في الجزائر. قدم فريق الدعم التقني لاتصالات الجزائر الفضائيه خدمه عاليه الجوده للمستخدمين والزبائن، كما انه يضمن استمرار تشغيل لكل الانظمه والخدمات. الأرضية التقنية للمشروع أنجزتها الخبرة الجزائرية وستعمل على تجسيدها، فمن خلال محطة طرفية فيسات مشكلة من هواء مقعر ووحدة توزيع الشبكة يستفيد المواطن من أنترنت بحزمة كاء اللامحدودة. مدة تنصيب الأجهزة اللي ما ديباسيش يوم واحد يكون هذا المواطن عنده الربط بكل الشبكات الموجودة ومن بينها شبكة الإنترنت. الإنترنت ممكن عبر الساتل تصل إلى 20 ميجا بايت سرعة الإنترنت، وأرضية تتبع السيارات يمكن تتبع السيارات 1000-2000 سيارة في الدقيقة. الانترنت عبر الساتل ارتقاء حقيقي نحو رقمنة الخدمات المقدمة، سيمكن قرابة 10 ملايين نسمة تقيم بمناطق الظل من الاتصال والتواصل عبر القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1.